فاهتمي ان انت دايما تكوني جميله وتلبسي احلى لبس، مما اجمل من اللبس اللي انت بتخرجي بيه في الشارع. البسي اجمل ثياب في البيت، ادي لنفسك الاولويه. اوعي تقولي ان انا هحط البرفانات والشكل والمكياج، وطبعا ده محرم في الاسلام، ولكن انت لما تعملي الحاجات دي داخل بيتك انت بتدي لنفسك الاهميه، انت بتدي لنفسك الاولويه. انت عارفين كل الناس اللي بتمكيش بره، وكل الناس اللي هيسمعوني دلوقتي وعارفين انا بقول ايه، كل اللي بيتمكش بره وبيعمل تسريحات ويحط برفانات في البيت ما بيعملش كده، لان هي خلاص نفذت طاقتها بره البيت وعملت اللي هي عايزاه وكل الناس شافتها، فخلاص داخل البيت بتقول لا انا مش هقدر اعمل كده. ادي لنفسك الاولويه داخل البيت، البسي احلى ثياب كانك خارجه، البسي احسن شكل كانك الضيوف جايين يستقبلوكي. اهتمي في نفسك وادي لنفسك وقت انك انت تستحمي حمى، ما تبقاش بتستحمي سريع سريع او بتسرحي شعرك سريع سريع، ولا مهتميه ببشرتك ولا مهتميه بشكلك ولا بثيابك. زوجات كتير